السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة أخرى في سلسلة محاضرات استشارة عن بعد واحد. النهاردة هنتكلم على موضوع في غاية الأهمية بالنسبة لمجال الاستشارة عن بعد، وهو إزاي إن احنا نعمل تصحيح الأخطاء اللي موجودة في الموجات بتاعة صور الفضاء. الإضاءة لما بتيجي من الشمس، الأشعة عشان تخترق الغلاف الجوي الغلاف الجوي بيأثر عليها، وبيحصل بعض الانتر اكشن ما بين الأشعة والغلاف الجوي، فبينتج بعض الأخطاء أحيانا، وفي أخطاء أخرى بيكون نتيجة عملية التصوير نفسها والسنسور وهكذا. النهاردة المحاضرة بتهدف إن احنا نتعرف على الأنواع المختلفة بتاعة هذه الأخطاء والتشوهات في الإشعاع بتاع الشمس اللي بيجي لنا على سطح الكرة الأرضية، وهنشوف الانتراكشن اللي بيتم ما بين هذه الأشعة مع الغلاف الجوي، ثم هنشوف تفصيلا لكل حالة إزاي إحنا هنصحح مثل هذه الأخطاء. إزالة التشوهات الموجية في الإشعاع اللي بيجي لنا إلى سطح الكرة الأرضية بيعتبر من الخطوات الرئيسية للبري بروسيسنج لصور الفضاء. احنا بيهمنا قوي ان احنا نعرف مصادر مثل هذه التشوهات، هل هي كانت بتنتج من السنسور نفسه او محطة القمر الصناعي نتيجة عمليات الدوران بتاع القمر والكرة الارضية وهكذا، او ظروف الطبوغرافيا بتاع المكان اللي احنا بنصوره، ولا هل ده تأثير نتيجة الغلاف الجوي والمكونات بتاعة الغلاف الجوي أو درجة الإضاءة وهكذا. النهاردة هنتعلم إزاي ناخد كل حالة من الحالات دي ونبتدي نعالجها. لما نيجي نجمع أنواع التشوهات اللي بتحصل في الأشعة اللي بتوصل لنا إلى سطح الكرة الأرضية، نجد أن في تشوهات نسميها راديومتريك، وفي تشوهات نسميها جيومتريك في التوجيه الهندسي. هنبتدي نشوف كل مجموعة من هذه المجموعات بتضم تشوهات ايه ويقصد بها ايه، ثم ازاي نعالج كل واحدة من هذه الحالات. اول حالة من الحالات للتشوهات فهيبقى التشوهات الراديومتريك، ودي احيانا تكون متأثرة بالمواسم، يعني الشتاء بيبقى غير الصيف، فبيبقى الزاوية بتاعت الشمس تختلف في الشتاء عن زاوية سقوط الأشعة في الصيف، المسار بتاع الأشعة الطول بتاعها بيختلف، أحيانا تكون راجعة إلى السنسور نفسه، فممكن إن إحنا نحاول إن إحنا نحسن شوية من التأثيرات ديت، إن إحنا نقللها ببعض الالجوريثم المختلفة اللي بنطبقها. ممكن التأثيرات دي بتكون راجعة إلى تأثير الغلاف الجوي ومكوناته زي تأثير الهيز على سبيل المثال، ودي نقللها بإن احنا نعمل الاتموسفيريك كوريكشن. طيب ديت مجموعة التشوهات اللي بتحصل في الأشعة من ناحية الراديومتريك. طيب من ناحية الجيومتري نلاقي ان الكلام دوت بيتأثر بالتركيب بتاع الأقمار الصناعية والسنسور نفسه والهندسة بتاعة الرؤية بتاعة السنسور والزاوية بتاعة التصوير، الطبوغرافيا اللي احنا بنصورها نفسها ومدى التعرج بتاعها ومكانها على سطح الكرة الأرضية، كل المشاكل بتاع الجيومتريك كوريكشن ديت ممكن ان احنا تجمع بعمل ما يسمى بالجيومتريكال كوريكشن. لما نيجي نتكلم تفصيلا على الراديومتريك ديستورشن اللي بتحصل في الأشعة، نقول انه هو أخطاء بتحدث في الأشعة والموجات والقيم بتاعتها للصورة بتاعت القمر الصناعي، فالقيم تبقى متأثرة أو مختلفة. طيب سببها إيه؟
سببها ان الأشعة والموجات دي بتمر عبر الغلاف الجوي بمكوناته، فالغلاف الجوي يبتدي يؤثر عليها في بعض المكونات، بعض منها بيحصل له تشتت، بعض منها بيحصل له امتصاص. كويس، الكلام دوت هنشوفه تفصيلا لاحقا. الشيء الثاني ممكن يكون تأثير الإضاءة بتاعة الشمس اللي بتتأثر أو بتؤثر على القيم بتاع الموجات. في تغيرات بتحصل، تغيرات موسمية، فالزاوية بتاع سقوط الأشعة من الشمس على سطح الكرة الأرضية تختلف في الصيف عن الشتاء، وأحيانا بتبقى الزاوية منخفضة وأحيانا بتبقى الزاوية شبه عمودية. ففي حالة الزاوية المنخفضة بالتأكيد مسار الأشعة بيبقى أطول والتفاعل بتاعها مع الغلاف الجوي بيبقى أكتر وفرصة التشتت بتبقى أكبر. أحيانا أيضا بيبقى في تأثير للطبوغرافيا بتاعة المكان اللي احنا بنصوره. كل هذه التشوهات بتبقى مطلوب عملها لو احنا بنشتغل اي دراسة كوانتيتيف ريموت سينسينج. يبقى لو انا بشتغل كوانتيتيف ريموت سينسينج مالتي تيمبرال، يعني على ازمنة مختلفة، او مالتي سينسور اناليسيز، يعني بقارن مجموعة من السنسور المختلفة لصور في نفس المكان، فان الاتموسفيريك كوريكشن كلها بتبقى مطلوب تنفيذها. في الراديومتريك ديستورشن، كويس، في عندنا حالات بترجع لتركيب السنسور نفسه، فممكن السنسور يتوقف عن العمل فترة او يحصل بعض الشوشرة فيه. احيانا بتبقى في تباينات في القيم موسمية. الكلام دوت ممكن يختلف من موسم الى موسم في اوقات التصوير. ممكن التأثيرات تبقى احيانا في بعض الدراسات غير ذات قيمة، ولكن في بعض الدراسات الاخرى زي ما طرحنا كده ان احنا بنعمل كوانتيتيف اناليسيز لصور بتاعت مار صناعية معينة، او بنقارن سنسور مختلفة، او بنعمل كاليبريشن لبعض السنسورز، فبيبقى من الضروري عمل مثل هذه التصحيحات. الصورة اللي قدام حضراتكم بتمثل دايجرام مبسط قوي للسين بتاع صورة قمر صناعي بنسميه اللي هو اللاندسات السيماتيك مابر. العرض بتاع الصورة بيصل الى 185 كيلومتر، وبيبقى متركب في كل مسار ان في عندي 16 خط ب 16 ديتكتور بيلقطوا الصورة في نفس الوقت. طيب في القمر الصناعي لاندسات تي ام دوت، لو خدنا مثلا لاندسات تي ام 5 نجد انه هو كان بيقيس في 7 باند، 6 في الفيزابل والنير انفراريد، وواحدة كانت في الثيرمال انفراريد، فبنلاقي ان حوالي 100 مجس مختلف بيشتغلوا في نفس اللحظة علشان ينتجوا الصورة اللي احنا بنستلمها. 6 في 16 بالنسبة للفيزابل والنير انفراريد، وواحد في 4 بالنسبة للثيرمال انفراريد. ده بس كده مثال علشان نوضح ان ممكن جدا اي من هذه السنسور في بعض اللحظات او في بعض الاوقات يحصل فيه بعض الايرور في الفانكشن بتاعته، ونتحصل على بعض الايرورز في الصور المستقبلة من هذه السنسور. طيب نقدر ان احنا نجمع الاخطاء اللي بتنتج من السنسور، بينتج ظهورها في الصورة باشكال ايه. بعض الاحيان بيحصل سترايبنج متصلة في الصور، دي بديهة السنسور كده حصل له توقف في الوظيفة بتاعته،
وبالتالي بتلاقي في احد الاماكن في الصوره خط، الخط ده قد احيانا يكون اسود وقد احيانا يكون القيمه بتاعته مرتفعه لونه فاتح عن القيم المجاوره، فده يبقى ما نسمي بالسترايبنج بتاع الصوره. هذا التوقف احيانا قد يكون مؤقت، يعني ايه؟ فتحصل في الصورة جزء صغير بس اللي حصل فيه الخط وبعد كده اكتملت الصورة بعد كده، فده يكون في توقف مؤقت فقط للعمل او في خطأ حصل في فترة زمنية ثم تم ازالة اثر هذا الخطأ وهكذا. في بعض الاحيان نجد في الصورة قيم شاذة بنسميها نويز او السبايكس، كويس؟ هذه القيم الشاذة احيانا نلاقي بيكسل لا اما القيمه بتاعته عاليه جدا عن اللي حواليه او القيمه بتاعته منخفضه جدا عن اللي حواليه. ديت ثلاث مجموعات مختلفه او ثلاث انواع مختلفه من الاخطاء اللي قد تنتج عن السنسور. هنشوف ازاي كل حاله من هذه الحالات نبتدي نتعامل معاها وازاي نعالجها.